أنا مواكب أشغال جامعة تيزنيت من بداية الولاية الحالية. كاين واحد البرنامج ديال الإشتغال على مستوى خدمات القرى، وكذلك الأنشطة البيئية والمناطق الخضراء والإنارة العمومية. هذا البرنامج اللي يستطاق جامعة تيزنيت بعد تشخيص ميداني لواقع المدينة اللي كيحتاج منا جميع أننا نشتغلوا على واحد العدد ديال المجالات اللي كتهم الساكنة بشكل كبير. وبرمجة الجامعة واحد العدد ديال التدخلات هو برنامج شامل على مستوى المقاطعات ديال جامعة تيزنيت تحت شعار دينامية جديدة من أجل مدينة نظيفة ومتجددة. هذا البرنامج اللي اشتغل فيه جميع تقريبا أقسام الجامعة، سواء القسم المتعلق بأشغال المدينة والمناطق الخضراء أو القسم المتعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية والشباب. ونحن اليوم يعني في هذه الأمسية مع موعد مع يعني الورشات مع جمعيات المجتمع المدني اللي معولين عليهم بشكل كبير على مستوى مشاركة جامعة تيزنيت يعني في هذا البرنامج، باش ننجحوا لابد من إشراك الساكنة ولابد كذلك من التوعية والعمل الجماعي المشترك لتملك الخدمات، لأنها يعني واحد العملية اللي ماشي مقتصرة على الجامعة لوحدها القريبة، هي عملية ديال الجميع. حاليا اشتغلنا في المدينة القديمة محاذاة الصور، كذلك المقاطعة الأولى والمقاطعة الثانية، والحمد لله كاين واحد العمل ميداني مهم قامت به المصالح الجماعية. نتمنى أن تواكبه ساكنة تيزنيت وجمعية المجتمع المدني الحاويات المخصصة لها. إذا بسلوكات بسيطة ممكن أننا جميعا نساهموا، أولا في تعزيز هذا المجال ديال النظافة والمناطق الخضراء وجمالية المدينة. وهذا العمل هذا لما تنقولوا بأن ماشي جماعة وذلك تحمل المسؤولية بقدر ما هو هم مشترك ديالنا جميعا. إذا نتمنى أن نتوفقوا إن شاء الله في هذا الورش المشترك. وانا ساكنة تيزنيت قرار التشارك في الجهة جامعة تيزنيت في تدبير الشأن العام المحلي في إطار برنامج النظافة التي أطلقته الموازاة مع الجهود الرامية إلى جعل مدينة تيزنيت مدينة نظيفة ومدينة محبية. قلت أنه جامعة تيزنيت أطلقت لقاءات تشاركية تشاورية مع فعاليات المجتمع المدني خاصة الأحياء السكنية. اليوم حنا كنتوجهوا في اللقاء الرابع بعد ما كنا درنا اللقاء الاول في مركز المس وشهد حضور جمعيات المجتمع المدني التركية. اللقاء الثاني كنا في مركز افراد، اللقاء الثالث كنا في مركز السعيدية، وهذا اللقاء الرابع اللي استضفنا فيه جميع الاحياء المحيطة والملحقة بمركز التربوي الثقافي المسيرة. طبعا الحال جامعة تيزنيت ارتأت انها تشارك المواطنين وجمعياتها على حد السواء في هذا العمل هذا، لأنه بطبيعة الحال النتيجة غتكون بطبيعة الحال صالح الجميع، لأنه التشارك ما غادي يدي لنا إلا أنه ناخذوا أفكار ومشاريع ومقترحات ديال الساكنة وتطبقهم على أرض الواقع، ونشاركوهم كذلك في الهم، هذا الهم اللي هو أصلا مشترك، على أساس أن كل جميع التضافر ديال الجهود ديال الجميع أنه غادي يمشيو تحققوا المنتهى كما قلت سبوالات كما المنظمه النظيفه والمربيه. هذه اللقاءات التشاركيه كيأطرهم واحد الفريق اللي كيضم فئه الموظفين جامعه تيزنيت واللي كيتسمى قطب مهارات الجامعه، اللي خدا تكوينات في هذا الصدد عن طريق التعاون الدولي والوكاله الالمانيه للتعاون الدولي. لقاءات بطبيعة الحال هو فريق متجانس من قوة مهارات جامعة تيزنيت إخذ تكوين في إطار التعاون الألماني الدولي، من أجل أنه يقوم بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في جامعة تيزنيت، أنه ياخذ على عاتق ديالو بلورة هاد الاجتماعات واللقاءات من أجل أخذ سياق ماشي غير بطبيعة الحال للمجلس الجماعي جامعة تيزنيت. أنها ارتأت أنها تمشي في هذا التوجه هذا، على أساس أنه يكون إشراك الجميع. القرارات التشاركية هو واحد المنهج اللي ما غادي يدي لنا إلا أنه نتلقاو نتائج جد إيجابية في هذا الصدد هذا.
جامعة تيزنيت هذه الأيام تضمن حملة نظافة واسعة في جميع يعني أحياء المدينة التي شهدت يعني لتنقية الشوارع جمع النفايات تنقية النقاط السوداء في المدينة يعني أحياء كلها لمدة ساعة لقت استحسانا كبيرا من الطرف الساكنة هذه التدخلات إن شاء الله غادي تستمر إلى حدود يعني القضاء على النقط السوداء في المدينة والحفاظ على بيئتها.